الحديث عن الوسائل التكنولوجية الحديثة وبالضبط ما نسميه الهاتف الذكي هو حديث ذو شجون. لماذا؟ أولا لأنه دخيل على الثقافة والمجتمع المغربي. ملي كنقولوا كلمة دخيل أي أنه لم ينبع من الوسط المغربي ومن المجتمع المغربي من الحاجيات المغربية. بالتالي الخلل الأول اللي غيوقع هو تمتنا وفهمنا لهذا الهاتف الذكي. فالحاجة الملحة اللي كانت في المجتمع الغربي اللي خلق هذا المنتوج كانت هي تبسيط الحياة العامة وتقريب العلاقات وسهولة الوصول إلى المعلومة. هذه الأسس وهذه التوابيت ما كانش نابعة من الواقع المغربي. شنو اللي بجاب به الهاتف الذكي؟ جاب أفكار أخرى. الهاتف الذكي جاء من أجل باغيتر، يبان، يشري أحسن هاتف، يبان هز السمية الفلانية، يتواصل بواحد الشكل اللي هو كيبين بأنه من طبقة اجتماعية معينة. البعد الثاني وسيلة للتسلية، ولهذا لقينا غالبية أطفالنا مهيين بواحد الألعاب إلكترونية لدرجة الإدمان، أو وسيلة لخلق مشاكل داخل الأسر. ولينا في الأسرة كل واحد هز الهاتف ديالو بوحده، تفصلات العلاقات ما بين الزوج والزوجة، بين الآباء والأمهات والوليدات، ولات هاجس آخر، ولات أنه كيشغل الطفل على أنه يهتم بالدراسة دياله، ولا كنسميه أن فولور دو تون، كيسرق الوقت. كل هذه المعطيات كتزكي أن التعامل مع الهاتف الذكي، وأنا كنتحمل مسؤوليتي، تعامل لا عقلاني، تعامل وجداني عاطفي. وهي الأشياء اللي شرحنا دابا، يعني الجهاز عوض ما يكون مبني للأسس العلمية اللي تنشأ من أجلها، تقريب المسافة، بناء المعلومة، الاشتغال على الانترنت، وسيلة للعمل، وسيلة للدراسة، قلب إلى أشياء أخرى اللي هي كلها غير معقلة. هذا هو اللي كيعطينا مظاهر اجتماعية ونفسية خطيرة، من ضمنها ما نسميه على المستوى الاجتماعي كيف يمكن أن يتأقلم الطفل والمجتمع الحديث يعني الجيل الجديد مع أجهزة إلكترونية لم يكن هو وراء إنشائها. إذن هنا كيخصنا النموذج الثاني اللي هو التربية على استعمال الوسائل التكنولوجية. ما كيناش لا المدرسة المغربية كدير مقررات في هذا الشق، لا الأسر مؤهلة، لا وجود دليل للتعامل مع الوسائل التكنولوجية وعلى رأسها الهاتف الذكي. بالتالي كيكون عندنا واحد الفراغ على المستوى القواعد والقيم الموجهة للسلوك. احنا كنعرفوا بأن أي إنسان كيف ما كان داخل المجتمع إذا بغى يدير شي حاجة كينضبط للقواعد، بغى يخرج خصو واحد الإذن أسري، بغى يمشي للزنقة كاين ضوابط الشارع والرصيف وغيرها، بغى يشري خصو يكون عنده الإمكانيات. إذا من جهة هذا الجهاز لم يكن هناك أي ضابط للتعامل معه. شنو هو اللي خلقنا؟ ولا خلقنا واحد النفور ديال الآباء من الجهاز، وهذا معضلة اجتماعية وتربوية خطيرة. حظك شي ستقرأ بعد من هذا، الأب ولا الأم ولا عايشين واحد التوتر، والطفل ولا ما بقاش كيتلذذ بهذا الجهاز، ولا وسيلة حرب وصراع بين الأباء ووليداتهم. وهذا في حد ذاته كما كنقول ناتج عن غياب هذه القيم التوجيهية وهذا الدليل الموجه والقواعد الموجهة. المسألة الثالثة وهو ما يوفره هذا الجهاز من إمكانات تسلية اللي ما كانتش متاحة زمان، إما خصو التلفازة وكيشوفوا باه أو الحاسوب وهو مكلف. الآن ولا الجهاز في يديه يكفي أن يكون عنده هذا كل شيء حداه، اللاعب حداه، الشبكة حداه، الفراجة حداه، كل شيء عنده في متناول اليد. هذه السهولة في الوصول إلى التسلية حتى هو كان سبب في بعد نفسي، وهو الحاجة لتلبية الرغبة. ما بقاش كتأخذ مسافة زمنية للتفكير، ما بقاش عنده إمكانية للتحكم في الرغبات، ولا خاضع لهذه السهولة، يبغاها بسهولة يوصلها، ما كيبقاش التفكير. هذا اش كيعطينا؟ كيعطي أنه من الناحية النفسية هي مؤهلات الوصول إلى الإدمان. هذا الإدمان فعلا ولينا كنلاحظوه، ولينا كنشوفوا الأسر اللي كتعطي الهواتف الذكية لوليدات 8 شهور في عمرهم عام، ولينا كنخليو الطفل الهاتف أمامه باش نتفكوا منه، باش ندير كوزينتي ولا نمشي نخدم. ولينا كنشوفوا في السفر في الحافلة طيلة المدة السفر 5-6 ساعات والطفل هاز داك الهاتف الذكي، بمعنى أنه ولي حتى الأسرة طرف في هذا الإدمان. ومن كيجي الطفل البيت ما كيكونش هناك واحد اتفاق حول استعمال هذا الجهاز، كيولي واحد نوع من الابتزاز، واحد نوع من وسيلة الضغط لا على هذا الطرف ولا على الطرف الآخر. فكيولي
عوض ما يؤدي الوظيفه ديالو اللي هضرنا عليها في البدايه، اللي علاش تنشا الحاسوب الهاتف الذكي، ولا وسيله ضغط، ولا وسيله صراع، ولا وسيله نزاع، وسيله ابتزاز، وسيله ادمان. هاد الاشياء كلها لاش كترجع؟ كترجع لاننا لم نكن لدينا الضوابط الكافيه لتاطير التعامل مع الجهاز. كيولي يعطينا واحد الصوره سلبيه للتعامل مع الجهاز، لان اش كيولي عندنا؟ كيولي عندنا العلاقه بالاب والام او الام ووليداتها حول هذا الجهاز هي علاقه تنافر، كندبزوا من عليه اما بالخوف منه، اما بالتهديد به، اما وسيله ابتزاز. ما عمرنا استغنا نوصلوا لمرحله اخرى اللي هي مرحله كيفيه الاستغلال الذكي للجهاز، وهذا حتى هو غنوصلوا ان شاء الله في اطار الحلول. المساله اللي يمكن ربما تولد على الادمان وهي النانوفوبيا. ما معناها؟ وهو الخوف من نزع الهاتف من الطفل. ما كيقدرش يتخلى عليه، كيمرض كيولي كتقول له خرج للزنقه ولا دير شي حاجه، بحال حيدتي له شي حاجه من قطعتي ليه يديه، بهذا المفهوم. لدرجه انه ولا التعامل مع الجهاز الذكي كانه جزء من اليد الانسان. وربما هناك بعض الرسوم الفنيه التي اظهرت هذه الحقيقه بطريقه جميله جدا، وعن طريق الصوره كتنقل لك ان الهاتف الذكي ولا جزء من الاسلاك ديال اليد، اللي ولات التكنولوجيا كتربح المسافه الفكريه والنفسيه والعاطفيه على اساس الانسان ما بقاش هو المهم، ولا التكنولوجيا هي المهمه. اش كيعطينا هذا الشيء؟ كيعطينا اننا امام جيل عاجز عن تطوير كفاءات افتقدناها الان، واللي ولينا كنشوفوها وكنلمسوها في الواقع. ولات غياب الثقه في النفس، لان التبعيه للجهاز اصبحت تولد لنا عدم الثقه في النفس. كيفاش ذلك؟ ولينا كنسمعوا واحد المصطلحات اللي ما عمرنا كنا مولفينها في عهدنا. دخلت الواتساب ولقيت فيو، كلمه فيو يعني راه شفتو. كيفاش ولا كيقراها الشاب؟ انها ما حملنيش، ما عطينيش قيمه، وكيتاثر كيمرض نفسيا، كيضغط عليه كبير ما كيتصورش. علاش يدير ليا فيو؟ لا، بمعنى وصلنا لواحد التبعيه وجدانيه عاطفيه لهذا العالم الافتراضي، لدرجه ان الانسان فقد السيطره على نفسه. ولات العلاقات الانسانيه الحقيقيه، يقدر يشوف ما يشوفش باه، ولا ما يشوفش مو، ولا ما يشوفش جدو ولا خاه، ما عندهاش نفس الوقت الا شاف فيو. الواقع ديال فيو اكثر بكثير مما هو واقعي. المساله الثانيه، وهذا كيكون عنده انعكاس على كما قلت لك على الثقه في النفس. المساله الثانيه وهو ما بقاش الايمان بما نسميه المجهود، ليفور. كنعرفوا بان المجهود هو السر ديال الوجود الانساني، والسر ديال تحدي الصعوبات اللي كنلقاوها في الحياه منذ القديم. والانسان كان امام التحديات، تحدي الطبيعه، تحدي الكوارث، تحدي الجهل. يعني كل مره كيكون تحديات امام الانسان وكيتحداها وكيتفوق عليها بالايمان وبالمجهود، وبايمان وبالصبر، وبايمان وبالتحدي. الطفل ديال اليوم ولا ادنى شيء كيغلبوا، لان المجهود ما بقاش، كل شيء متوفر بما فيها هذه المساله. حتى الا بغيتي تشري شي حاجه هي عندك هنا، ما كتقلبش، ما كتبحثش، ما كديرش اي ادنى مجهود. فتراجع مفهوم المجهود لحساب ما نسميه الان الفينيونتيزم، العجز، العجز بالدارجه، الكسل. العنصر الثالث وهو اخطرهم كثير، وهو على المستوى الدراسي. غالبيه الاطفال الان ملي كيطلب منهم استاذ البحث ما كيديروش بحث، كيمشي يديروا كوبي كولي، بمعنى حتى المعلومه اما ان تكون ناقصه او مشوهه، او ان الذاكره تتراجع، لان الحفاظه في الفكر البشري هي ذاكره، وما كاينش انسان بدون ذاكره. تراجعت الذاكره، تراجع المجهود، هناك البديل ديال الغش، وغاب معها اكبر عناصر بناء الانسان العالم، اللي هي التحليل، اللي هي النقد، اللي هي المقارنه. كل هذه المعطيات جعلت اننا ولينا كنديروا واحد المعاناه خطيره داخل الاجيال الجديده وفي المستقبل الاجيال الجديده. بمعنى ملي كنقولوا هذه البنيه كتاسس بهذه الطريقه، سوف تصاحبها حتى ولو وصلت لاعلى مستويات من التدريس. الدليل في ذلك شنو هو؟ وهو انه الان المنظومات التعليميه في العالم خرجت أجهزة خاصة باكتشاف هذا النقل والسرقة العلمية. يعني ملي كيجيب الطالب البحث ديالو، سواء كان البحث الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، كنعرضوا على الحاسوب وكيبان لنا شنو اللي سرق شنو اللي ما سرقش. فين طورنا باش نحاصروا هذا الغش؟ من المنتظر أنه غيكون عالم وغيكون باحث وغيكون مؤهل باش يندمج اجتماعيا في مهنة معينة، فكيبان بأنه غير مؤهل فيها. هذه المعطيات كلها كتأكد أنه تعاملنا مع الجهاز
سواء ذكي أو الحاسوب أو غيرها، ليس تعامل طبيعي وليس تعامل اللي من أجله بدلات الإنسانية مجهود كبير وجبار باش توفروا لنا، لأنه العنصر الأساسي والجوهري اللي ما عمرنا ما خصنا ننساوه. لاش وظف الإنسان الحاسوب، ولاش وظف الجهاز الذكي، ولاش وظف الإنترنت لكي نربح أهم عنصر في حياة الإنسان اللي هو الوقت. فوقع العكس تماما، أصبح أول شيء نهضره هو الوقت. من العواقب الوخيمة اللي ولينا كنعيشوها مع هذا الجهاز الذكي، وهو ما بقيناش كنعرفوا الحدود ديال السلوك ديالنا بالنظر للقيم ديالنا وثقافتنا ومفاهيمنا كإنسان. الدليل على هذه الأمور وهو ما نسميه التردد بالفضائح، الفيديوهات الفضائح، ولا أن الإنسان وصلت به الجرأة كيعيط في الجروب ديالو في الواتساب كيقول له شكون اللي بغى الفيديو الفلاني ديال الجنس، راه عندي دوز بريفي. ماشي هذا هو الخطير في المسألة، وكيفية وعدد الاستجابة لهذا الطلب. كتلقى الملايين كيجيو يقولوا صيفطنا. إذا فين وصلنا؟ وصلنا أننا كنتلدحوا بالفضائح، ولينا كنتلدوا بالبورنوغرافيا، وكنعيبوا على ولادنا وكنبغيو نربيو وليداتنا. كيفاش يعقل هذه المسألة؟ فهاد الظاهرة هي أيضا من سيطرة الهاتف الذكي على عقول الناس، لدرجة أنه المسافة الفكرية اللي كنا كنحتاجوها باش ناخذوا القرار أو ما ناخذوش، إقدام كما كنقولوا الباساج لاكت، الإقدام على الفعل أو عدم الإقدام على الفعل، كانت واحد المسافة زمنية كنوضفوا فيها أخلاقنا، السمعة ديالنا، مبادئنا، قيمنا، ما بقاتش ولا مباشرة كتاخذ القرار. علاش؟ لأن وليتي كتخضع لما يسميه جوستاف لوبون نفسية القطيع. نفسية القطيع شنو هي؟ أنك كتبغي تكون بحال الناس. وهذه القاعدة كنتربوا عليها حتى في أسرنا، شوف الناس عندك الناس، فملي كتربى عليها كتولي أنت تبغي تشبه الناس وتبغي تنتمي للناس وإن كان الناس على خطأ، فما كترفعش على الخطأ، كيولي عندك الرغبة في الانتماء والرغبة بأنك تشبه الآخر والرغبة أنك يكون عندك واحد مجموعة من ديال ليفو أفضل من قيمك وأفضل من مستواك المعيشي وأفضل من حياتك الاجتماعية. من ناحية المنهجية ومن ناحية العلمية دائما ملي كيكون التشخيص، التشخيص يحمل في طياته الحلول. فأول شيء خصنا نفهمه أعتذر وهو أنه تصحيح تمتنا للجهاز، هذا أول شيء. بمعنى ملي كنقولوا تصحيح مفاهيمنا، أي خص تكون دروس في المدارس من السادس ومن الخامس وحتى البكالوريا للتذكير بتاريخ الفكرة. نحن نعرف بأن في العلوم تاريخ الأفكار، الأفكار العلمية والأفكار الاقتصادية والأفكار الأدبية تساعدنا على فهم السياق، وكنوضع الأشياء حقيقتها وكنفهموها باش الفكر ديالنا والذهن ديالنا ما يغلطش. المسألة الثانية، وهذه دعوة لوزارة التربية الوطنية، أنها تخصص مواد للتعامل مع الشبكة، الشبكة هي الانترنت بالعربية. ثاني شيء، أن خصنا دليل للآباء والأمهات، دليل لكيفية التعامل في الأسرة مع هذا الجهاز حتى يستغل بشكل إيجابي لصالح الأبناء ولسعادة الأسرة، لأن ما كتصوروش الضغوط اللي كتعيشها الأسرة بسبب هذا عدم معرفة التعامل مع هذا الجهاز. المسألة الثالثة، خصنا برامج إذاعية ووصلات تلفزية لكل مرة كتذكرنا بطريقة من طرق للتعامل مع الجهاز. نذكروا كمثال، من ممنوع كليا أن الطفل يحصل على هاتف خاص إلى 16 سنة، وهذا الشيء قلته في التسعينات وما كاينش اللي كيحترمه. علاش؟ لان الاب والام كيقول لك ما يمكنش نحرم ولدي. لا يمكن لك، الحرمان وسيله تربويه لان فيه مصلحه، وكتعطيه واحد المده زمنيه من نشأة حتى 16 سنه باش تكون شخصيته ويكون قادر على التحكم في الجهاز، ما كتكونش عنده تبعيه ليه. المساله الثانيه، الحاسوب بالنسبه للدري الصغار ما يتشدش عليه في بيته، يبقى في الصاله باش كل شيء يشوف وكل شيء يلاحظ ويراقب. المساله الثالثه، ان الاباء الان ولات امكانيه ما نسميه الكود بارونتال، بمعنى انه كاين ديزابليكاسيون كتريشارجيهم في التليفون ديالك وتقدر تراقب ولدك على كل المستويات، تحدد ليه الزمن للاستعمال، تحدد ليه المواقع اللي يدخل لها واللي ما يدخلهاش، تحدد ليه المصطلحات اللي يستعملها ولا ما يستعملهاش، او تحجب عليه كل شيء. هي مسائل التكنولوجيا، ما دام اننا كنستعملوا التكنولوجيا اذا نوظفوا التكنولوجيا في التربيه. ثم بعد ذلك نعلموا وليداتنا كيفاش ينجزوا في اقرب وقت ممكن بالفضل ديال اكتشاف الافكار العالم كلها افضل ما يمكن ينتجوا، ماشي نتاكلوا على الاخرين. بمعنى انه المعلومه اللي كاينه في الانترنت راه 7 مليار الناس شافوها، اذا ما تكونش غبي، كيفاش تستمرها بذكاء
وكيفاش تستمرها بعقلانيه في ايجاد شيء جديد. جميل. اذا ملي غنتهتو كهضرنا على الابناء لان احنا مهووسين بالاجيال القادمه ومستقبل المغرب، ولكن ما كيمنعش اننا ما نهضروش على الراشد ايضا. عندنا ظواهر شويه كما كنسميوها مشتته للعلاقات الاسريه وللعلاقه حتى بين الازواج، وهي الادمان على التعامل مع الجهاز، لدرجه انه جوامع الهواتف الان ولات كدير لك واحد الاحصائيه اسبوعيه كتقول لك ها شحال الوقت دوزتي في كيتسمى لور دو كونسوماسيون ديكرون، يعني ها شحال الوقت دوزتي امام الشاشه. علاش داروها لك؟ داروها لك وسيله للمراقبه والتقييم. اذا خص هذا الراشد الى خرجت له الساعات اللي استغل فيها الشاشه يحاول يقلصها. راه ماشي كيشكرك كيقول لك رد بالك، راه عينيك كتمشي، ظهرك ياكل العصا، العلاقات الانسانيه ما كتبقاش. اكثر من هذا كيولي الهاتف بعض الاحيان مفضل على العلاقات حتى الحميميه، كتلقاه فوش الفرص ديال الزواج. فكيف يعقل ان الراجل يدور عند مراته او المراه تدور عند راجلها وتلقاه هز الهاتف فوسط الفراش؟ لا يعقل. كيكسر العلاقه الحميميه، كيولي عندنا عجز جنسي، كيولي عندنا مشاكل عاطفيه، كيولي الدباس في الدار. اكثر من هذا ولا ان الهاجس الاساسي هو كل واحد يوم يراقب التليفون الاخر، الثقه تفقدات. المساله الاخرى وهو انه الحوار بين الراشدين والاطفال تقطع، ما بقاش ذاك القدوه ديال الاب او الام، ما بقاش كما كانت غادي وكتراجع. اذا هذه اشياء خصنا ننتبهوا لها ونفهموا بانه بالنسبه لنا كراشدين الا ما تحكمناش في التبعيه لهاد المساله ما غاديش تولي لصالحنا، غتولي ضدنا. وهذا مثال كنقولوه شحال هذه، وقال حتى نوبل مكتشف الديناميت هو اللي كتسمى على سميتو جوائز نوبل. شنو كان قال في القرن 19؟ لاحظ المعاناه ديال الناس اللي كيخدموا في المناجم، فاكتشف داك القضيب ديال الديناميت باش يساعدهم كيفاش يقنبلوا الديناميت، يقنبلوا داك الارض ويسهل عليهم الاعمال وما يبقاش مساكن كيتعبوا كذا. فبعد منها وظفت داك الديناميت لقتل الانسان، فخرج بالجمله ديالو المشهوره كيقول لك كيف يعقل ان ما ينتجه الانسان لصالح الانسان يتحول ضد الانسان بالشر الذي يسكن الانسان. فحتى حنا كيسكننا الشر ملي كنكونوا كنتعاملوا بطريقه غير معقلانه وغير واقعيه مع هذا الجهاز.